بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل وعلى بركة الله. نحييكم بأجمل تحية في صباح هذا اليوم في منتصف شهر واحد، وإشارة الديوان العاشرة اللي تعلن انطلاقة أول أشواط الثنايا من قبل مدير اللجنة المنظمة لميدان الساد محمد بن سهيل بن وديم العامري، يعلن أول منافسات صباح هذا اليوم بسن الثنايا، أول انطلاقات الثنايا المحليات الأصايل حور محمد بن سالم بن عامر العامري، تفتتح إذاعة هذا الشوط وتنطلق إلى الصدارة، تليها المركز الثاني مياسة وسيف بن جعفر بن مرخان أو أميار لسيف بن جعفر بن مرخان، تنطلق إلى ثاني المراكز. وفي المركز الثالث، المركز الثالث ها هي أمامكم الهائلة، حمد بن سهيل بالقبشي بن هضع الشريفي على المركز الثالث. إذا وصلنا المركز الرابع، نجد في المركز الرابع مشاهدين الكرام التقدم من أوهام لمحمد بن غاصب بن محمد بن خيلة العفاري، تأتي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس تتقدم مشاهدي الكرام مياسة محمد بن صالح بن راشد الخضيري، تأتي على المركز الخامس. والمركز السادس، المركز السادس يصل مشاهدي تصل مشاهدي الكرام هيبة سالم بن سعيد بن منانه الاكتبي. هكذا النداء لست الأسماء المتقدمة الحاضرة بهذا الشوط بأول أشواط الثنايا المحليات الأصايل. نعود وياكم إلى مقدمة هذا الشوط ونتابع اللي قايد المسيرة. هذه حور، هذه أمامكم حور، منذ بداية الشوط قادت المسيرة، تبى تكمل الستة وهي قايدة للشوط، المملوكة لمحمد بن سالم بن عامر العامري. المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدي الكرام أميار حق سيف بن جعفر بن مرخان، تنطلق إلى ثاني المراكز. وصل شعار عبويضة غاصب بن محمد العفاري على ظهر ويش؟ على ظهر أوهام المملوكة لمحمد بن غاصب العفاري، موقعها المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع الهائلة حمد بن سهيل بالقبشي بن هضع الشريفي. المركز الخامس، المركز الخامس لمحمد بن صالح الخضيري، من ياتي على المركز، المركز الرابع الخامس. والسادس سالم بن سعيد بن منانه هيبة، هيبة موقعها المركز السادس. هكذا النداء لست الأسماء المتقدمة في مسار هذا الشوط، في مسار شوط الثنايا المحليات الأصايل. لا زالت حور تقود المسيرة، تقود المسيرة حور. محمد بن سالم بن عامر العامري متصدر قيادة الشوط منذ بدايته، هذا العناوي المميز. لكن اللي رفعت راية الخطورة، يلي رفعت راية الخطورة أوهام محمد بن غاصب العفاري، من ياتي بأوهام، يتابعها سيف بن محمد بن غاصب العفاري أحد الشباب المضمرين الطامح في نيل الفوز والناموس، أيضا بأوهام اللي موقعها المركز الثاني ورافع راية الخطورة على شعار سالم عامر. أما شعار سيف بن جعفر بن مرخان على المركز الثالث، وصل بن هضع الشريفي، وصلت الهائلة حمد بن سهيل بالقبشي بن هضع الشريفي على المركز الثالث، بدل بن مرخان أصبح رابعا، شعار على ظهر أيضا أميار. المركز الخامس، المركز الخامس من اللي قادم على المركز الخامس، قادم شعار أبو سيف محمد بن صالح بن راشد الخضيري يلى المركز، يلى المركز الخامس. وفي المركز السادس، الوصول في هذه اللحظات من الحذرة سالم بن سعيد بن منانة الاجتبي، من يقدم الحذرة. هكذا ندانا، هكذا المسار في الشوط الأول للثنايا، ست
6 كيلومترات المسافة، 3 كيلومترات شارفت إلى النهاية، 3 كيلومترات تفتح الأبواب للمحليات الأصائل، ولا زالت حور مصممة إلى نيل الفوز والناموس منذ بداية الشوط وحتى هذه اللحظات. سالم عامر يسيطر السيطرة التامة إلى المركز الأول منذ البداية وحتى هذه اللحظات، لكن اللي رفعت ريت الخطورة الهائلة حمد بن سهيل بالغبشي الشريفي، رفع ريت الخطورة، رفع ريت الخطورة. سيف جعفر بن مرخان عاد للمركز الثالث ويمثل الخطر بهذه النجمة المميزة، وأيضا أميار لسيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان على المركز الثالث. يا سلام، يتابعها أبو سعيد صالح الحبسي يركز على هذا الشعار المميز، على هذه النجمة البيضاء اللي تسجلت تاريخ في عالم سباقات الهجن، ولا زالت تسعى كتستعيد الحقوق وأيضا تكون في مكانها المرموق. المركز الرابع، المركز الرابع أوهام محمد بن غاصة بن عفاري يأتي بأوهام، وصل بن بنانة، وصل سالم بن سعيد بن بنانة، يأتينا بالحذرة، يأتينا بالحذرة وبرفقة الحذرة هيبة لسالم بن سعيد بن بنانة على المركز السادس. هكذا النداء، هكذا النداء، تقاربت الأسماء من بعضها البعض. يا سلام، اغترمنا من بوابة الاثنين كيلومترات والأسماء قريبة من بعضها البعض. الشعارات كما تتابعون تغريبا أيضا لا تفصلها مسافة شاسعة، ولا زال سالم عامر هو قايد للمسيرة، قايد للمسيرة منذ بداية هذا الشوط رغم الضغوطات اللي قايمة عليه من شعار الشريفي. ضغط، ضغط من الهائلة، الهائلة تضغط على حور منذ انتصف المدى، ضغط متواصل من شعار الشريفي على شعار سالم عامر. أما بن مرخان، بن مرخان يرفع راية الخطورة الحقيقية وينطلق إلى المركز الثالث. يا سلام، يوصل الخضيري، وصل أبو سيف محمد بن صالح الخضيري على المركز الرابع في هذه اللحظات، يبدل شعاره من مركز إلى مركز. المتحدي قادم سالم بن سعيد بنانة القتبي، ومن الجانب الآخر أيضا بشعار بمنانة. هكذا ندانا، هكذا مسارنا. 1500 غيرت الهائلة، الهائلة بدلت. حور عادت، حور ما رضيت، حور ما رضيت سلم القيادة، عادت من الجانب الآخر لسالم بن عامر العامري، لكن الهائلة، الهائلة تخطف المركز الأول، تخطف المركز الأول وتسيطر إلى المقدمة بفارق بسيط، بفارق بسيط. لا يوجد أمان، لا يوجد أمان. الاغتراب من بوابة 1200 المحليات الأصائل لمن، لمن، من بيفتتح الأشواط يا شباب، يا مضمرين، من بي افتتح اشواط صباح هذا اليوم؟ الهائلة، الهائلة بدلت، الهائلة سيطرت، الهائلة السيطرة التامة. حمد بن سهيل بالغبشي الشريفي غير الى المركز الاول ويقترب من بوابة الناموس، يقترب من الكيلو المتر الاخير. تراجعت حور، سالم بن عامر العامري، وصل بن منانة، وصلت هيبة، هيبة ولا هذه الحذرة، الحذرة سالم بن سعيد بن منانة برفقة مشاهدينا الكرام مياسة محمد بن صالح الخضيري. لكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى صدارة الشوط. بن هضع الشريفي يسيطر، تعود حور، حور عادت، حور عادت. يا سلام، سالم عامر يعود، سالم عامر يعود. أم بن بنانة له كلام، بن بنانة يمثل الخطر. سالم بن سعيد بن بنانة إلى المركز الثالث يمثل خطر، خطر عنيف من شعار المتحدي، لكن سالم عامر يسيطر، لكن لا توجد سيطرة ما دام المتحدي موجود. سالم بن سعيد بن بنانة القتبي يقلب الميازين لصالح بن حذرة بأوامر خفيفة وطفيفة، تستلم القيادة، تستلم القيادة هذه المحلية الأصيلة بدون أي تعليمات. تهانينا لسالم بن سعيد بن بنانة على فوز الحذرة بالمركز الأول بأول أشواط المحليات الأصائل. الحذرة تقترب من خط النهاية، وخط النهاية يقف احتراما وابتهاجا لقدوم الحذرة معلنها الفوز والناموس
لسالم بسعيد من بنانه. بسم الله ما شاء الله، تبدل على اليسار وعلى اليمين وتنطلق انطلاقة الفوز والانتصار. تهانينا تهانينا لسالم بسعيد من بنانه، والسلام من بوابة 11 من جوهرة الميادين إلى زعبيل وين يسكن سالم بسعيد من بنانه. تهانينا يا مالك الحذر على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المميز بانفراد مميز وبدون أوامر. الثانية لسالم عامر العامري، الثالثة مع بلغبشي الشريفي، الرابعة السيف جعفر بن مرخان، الخامسة محمد بن صالح الخضيري، السادسة مشاهدينا الكرام اللي وصلت في هذه اللحظات لسالم بسعيد بنانة. التوقيت 9:48 ثانية. تهانينا والناموس لسالم بسعيد بنانة على فوز الحذر بالمركز الأول.